السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني متابعي قناة الشمس لتربية الطيور، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف نتحدث من خلاله أو نتبادل أطراف الحديث وأطراف الحوار بيننا حول تربية الطيور بصفة عامة وتربية طيور الزيبرا بصفة خاصة وعلاقتها بالمربي من ناحية غير مادية، يعني من ناحية معنوية. وأظن أن هذا الموضوع لم يسبق لرواد اليوتيوب أو أصحاب القنوات التطرق إليه، وهي العلاقة المعنوية بين المربي وبين طيوره وعلاقته النفسية بهاته الطيور. وأظنه موضوع جديد قديم، لكن لم يتم إثراؤه في القنوات أو الفيديوهات المنتشرة في اليوتيوب، خاصة لدى صناع المحتوى العرب بصفة خاصة. إخواني، قبل البدء في الحديث حول هذا الموضوع، أرجو من كل مشاهدي هذا الفيديو الضغط على زر الاشتراك للاشتراك في القناة، كما أطلب منكم الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد متعلق بهذه القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام، كما تطرقنا في مقدمة الفيديو، نتحدث في هذا الفيديو عن العلاقة المعنوية للمربي مع طيوره. إخواني، كتجربة شخصية بالنسبة لي، بدأت تربية الطيور بدافع مادي، أي كنت أبحث عن مدخول إضافي زيادة عن وظيفتي التي أمتهنها يوميا. كانت هذه هي بدايتي مع الطيور. لكن إخواني، مع الوقت وبداية تربيتي لهذه الطيور، بدأت أكتشف عالم آخر، وهو عالم الطيور وسحر الطيور وجمال ما خلق الله في أرضه وإبداعه في خلقه. إخواني، بدأت تتكون لي علاقة وطيدة مع هذه الطيور، حيث أصبحت أفكر فيها طيلة اليوم. يعني بعد انتهائي مباشرة من العمل، أتوجه إلى غرفة تربية الطيور لرعايتها وتغيير الأكل وتغيير الماء والوقوف على الطيور التي تكون بصحة جيدة والطيور المريضة، حيث تكون رابط قوي بيني وبين هذه الطيور. هذا الرابط إخواني تكتشفونه مع مرور الأيام والأعوام، و تبدأون تميلون بصورة لا إرادية لتربية أحد الطيور، وتفضلون ذلك النوع على بقية الطيور، حيث أني بدأت بطيور الكناري وطيور الزيبرا، ثم انتقلت لطيور الكوكتيل والفيشر والروز والباجي، لأستقر في الأخير على تربية طيور الزيبرا جامبو بالخصوص، مع تربية بعض الأزواج من طيور الكوكتيل اللوتينو والألبينو والفيسويت. إخواني الأعزاء، مع مرور الأيام والساعات والشهور والسنوات، أصبحت علاقتي بتربية الطيور علاقة لا انفصال، قد ينطبق عليها وصف لا انفصال أو لا رجوع في تربية الطيور. ومع مرور الأيام
أصبح الجانب المادي في هذه التربية لا وزن له ولا قيمة له مقارنة بالشعور وبالراحة النفسية التي أجدها عند توجهي لغرفة تربية الطيور، حيث كنت بعد نهاية العمل أتوجه ربما للمقهى رفقة أصدقائي من أجل تبادل أطراف الحديث أو للتوجه لمكان عام للتنزه أو إلى غير ذلك من الأمور التي لم تكن تلبي حاجاتي النفسية، خاصة لأرتاح نفسيا. لكن اكتشفت أن عالم الطيور يمنحك شيء لا يوجد في المقاهي أو في الأماكن العامة التي يرتادها الناس من أجل راحتهم النفسية. عالم الطيور يمنحك هذه الراحة على طبق من ذهب، حيث أنك بمجرد دخول غرفة تربية الطيور تجد أنك في عالم خاص لا نفاق فيه ولا مصلحة فيه ولا أي شيء من أمورنا المادية الدنيوية، بل تجد راحة نفسية وطيور مخلصة لك وعيون تنظر إليك ببراءة تامة وهي عيون الطيور، فترتاح نفسيا. حيث أن عملي يمتاز بضغط شديد وحالة من الروتين اليومي، لكني بتوجهي لتربية الطيور أصبحت لا أعاني من هذا الضغط، كما أن هذا الروتين الذي كان يلازمني في حياتي لم يبقى له وجود، كون أن تربية الطيور فيها كل يوم جديد وكل يوم يمتاز بظهور أمور جديدة لم تكن في اليوم السابق، مثلا كفقس البيض وخروج الفراخ ونموها فتتابعها عن كثب، وتجد راحة نفسية كبيرة في متابعة نموها ورعايتها، حيث أن بعض الطيور التي نمت أو تربت في محمية طيورك أو في غرفة طيورك تجد نفسك في الأخير لا تستطيع بيعها مقابل أي مبلغ مادي، لأنك وبكل بساطة أصبحت ملازما لهذه الطيور وأصبحت تجد راحة نفسية فيها لا تجدها في أي مكان، فتصبح هذه الطيور جزءا لا يتجزأ من حياتك، فتجد نفسك رويدا رويدا تبتعد عن كل الأمور المادية المرتبطة بالطيور، وتجد أن هدفك المالي الذي بدأت به أصبح هدفا ثانويا مقارنة بما اكتسبته. فأنا من وجهة نظري أرى أن تربية الطيور تكون شفاء وفسحة لكل إنسان يكون يعاني من الضغط أو الاكتئاب أو أمور مثل هذا النوع، حيث أن الطيور تمنحك ذلك المجال الذي لم تجده في حياتك اليومية، خاصة إذا انتقلت لمرحلة في تربية الطيور أن تستطيع أن تبني غرفة للطيور وتقوم بزراعة بعض الحشائش أو الخضروات أو الأشجار الصغيرة، فيصبح عالما لا تفارقه كونك تجد راحة نفسية لا تجدها في الأماكن الأخرى. وإن شاء الله لدي مخطط بأن أقوم بزراعة بعض الزهور أو الأشجار الخضراء أو الحشائش الخضراء في الغرفة التي أقوم فيها بتربية الطيور لمنح إضافة
أو نفس آخر لهذه الغرفة، وإن شاء الله سوف أقوم في كل مرة بإدخال شيء جديد على هذه الغرفة بإنزاله وتقاسمه مع إخواني المشتركين. إن شاء الله تكون رسالتي قد وصلت لكل مربي، خاصة للمربين المبتدئين منهم، كون أدرك إدراكا تاما أن المربين المحترفين، خاصة الذين قضوا سنوات في هذا المجال، يفهمون كلامي فهما جيدا. وفي الأخير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأطلب منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى لقاء قريب. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.